أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بملاحظة قضايا التعذيب في اليمن، وأن يكون العام القادم عاما للتربية وحقوق الإنسان. وقال الوزير الأصبحي في ختام دورات تدريبية خاصة باستراتيجيات الضغط والمناصرة في مجال مناهضة التعذيب نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية، إن دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني محوري في الحفاظ على كرامتنا وكرامة أطفالنا، وإذا انتهكت حقوق الإنسان داخل الوسط الإعلامي والمجتمعي فهي مقدمة أساسية لما تبقى من فئات المجتمع. وزير حقوق الإنسان أشار إلى أن الكل يعي أن الفترة حرجة وصعبة يمر بها الوطن، والدرس ليس على الحكومة فحسب، بل الجميع بحاجة إلى صوت وحاضر مجتمعي كبير للعمل في هذا المجال، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تبنى المجتمعات إذا لم تتمتع بحقوقها الإنسانية والمجتمعية الكاملة.